لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في سيشن اليوم. رح نحكي في الإبسود يا جماعة تحت العنوان Calling Function from Another Function. من الاسم طبعا من التسمية واضح الدور اللي هتقوم بالحلقة دي. تمام؟ طيب خلينا نقول اني انا عندي فانكشن، الفانكشن ديت سميناها I am first function، مش حطينا فيها اي برامتر، وكاتبين فيها جملة I am first function واخدين line. حلو كده؟ جميل. الفانكشن التانية اسمها I am second function، وفيها documented right I am second function. حلو؟ سهل. وعاملين فانكشن التالتة اسمها I am third function، هي اللي هتتولى مسألة انك تنادي فيها على الاثنين functions اللي فوق. حلو كده؟ جميل خالص. عند الفانكشن I am third يا جماعة هنحاول ننادي على الاثنين functions اللي فوق. فأنا أخد الفانكشن الأولانية I am first function من اسمها Ctrl C، وناخد الفانكشن الثانية من اسمها النادي عليه. طبعا انت عارف اني ما في اي شيء هيحصل دلوقتي ببساطة، لانك يعني انت كاتب فانكشن فانكشن واسم فانكشن واسم فانكشن واسم، بس ايه يعني؟ وبعدين طيب فين يا عم الكولينج؟ ده مش عامل كولينج، يعني انت لسه ما رميتش على الفانكشن. فهنيجي نكتب يا جماعه ايه ننادي على الفانكشن الثالثه اللي هي هتتولى مسؤوليه انها تنادي لي على مين؟ على الاثنين فانكشنز اللي فوق. فانا هاخد الفانكشن الثالثه بكنترول سي ونلصق كنترول في ونعمل سيف، والنتيجه I am first function. يعني ايه اللي حصل؟ طيب انت مشي مع البرنامج، قال لك انا عندي فانكشن الاولاني حلو، بعدين الفانكشن الثاني اسمها كذا، بعدين الفانكشن الثالثه اسمها كذا. حلو، راح اليوزر كتب لي I am third function، هو عايز يطبق الفانكشن الثالثه. خلاص يبقى ندخل على I am third function في برامتر؟ لا مفيش. خلاص ناخد السطر الاولاني، السطر الاولاني اليوزر عايز في فانكشن اسمها I am first function. خلاص نسيب، نطلع من هنا نروح عند I am first function. انت I am first function؟ انا ايه فيكي مكتوب في دوكيومنت رايت I am first function؟ خلاص يبقى نكتب I am first function. ننزل تاني على اليوزر، اليوزر ده عايز ايه؟ عايز الفانكشن الثالثه فيها ايه؟ I am first. كتبناه؟ كتبناه. تمام، علم عشان ما انتوش. الحاجه الثانيه I am second function. I am second function دي فانكشن ثانيه، فين دي؟ اهي انت I am second function. انا تمام، ايه مكتوب فيكي؟ I am second function. خلاص ماشي، ناخدها ونكتب، فيطلع لي I am second function. يرجع عند الثالث فيروح عند I am third، ما يلاقيش غير الاثنين دول، والاثنين دول اتعلم عليهم في التشيك ليست، فالاثنين اتطبقوا. ودي الطريقه اللي ممكن تعمل كولينج لفانكشن من داخل فانكشن. يبقى الفانكشن الثالثه هي اللي نادينا فيها على اثنين فانكشن كمان، مش فانكشن واحده. حلو، ده مصطلح، ده امر يعني كنا حابين نذكره للناس قبل ما ندخل على اللعبه الجميله اللي هنحاول نعملها دلوقتي. تمام، يعني عندنا حبه وقت نحاول نجرب فيه شيء جميل. خلاص كده عندنا فانكشن اولانيه اسمها I am first function، انا الفانكشن الاولى، وفيها مكتوب نص معين I am first function. حلو، وبعدين رحنا منادين، واحنا موجودين في الفانكشن الاولى منادين على الفانكشن الثانيه. الله، هو في فانكشن ثانيه؟ انا عندي فانكشن ثانيه اسمها I am second function. حلو، رحنا منادين عليها. طيب الفانكشن الثانيه دي فيها ايه؟ فيها نص بيقول ان انا السكند فانكشن، وفيها كولينج للفانكشن الاولى. تمام، يعني انت جوه الفانكشن الاولى منادي على الفانكشن الثانيه، وجوه الفانكشن الثانيه منادي على الفانكشن الاولى. حلو كده؟ جميل. اللي انت عارف ان البرنامج مش هيعمل اي شيء لاني ما في كولينج لسه. فننادي بقى، ننادي على مين؟ انت عايز تنادي على مين؟ براحتك بقى. خلينا نبدا مثلا بان احنا ننادي على الفانكشن الاولى، ونعمل كنترول اس كده، ونعمل كنترول في و كومن فنش لاين. طيب هو اللي حصل يا جماعه سيف، هو حتى البراوزر ممكن يكون هنج او شيء. اللي حصل ده اسمه انفينيت لوب او اندلس لوب، عباره عن حلقه لوب لا متناهيه. اللي حصل ايه؟ باني هو استدعى I am first function. انت عايز اليوزر يكتب، اليوزر ده عايزني اطلع له الفانكشن اولى. خلاص ماشي، ولا المشكله نكتب الفانكشن اولى، نلاقي في الفانكشن الاولى جمله كولينج للفانكشن الثانيه. خلاص ماشي، نكتب الفانكشن الثانيه، نلاقي في الفانكشن الاولى جمله استدعاء في
وهكذا يعني. فتلاقي ان المساله انليمتد، كل ما تنزل تنزل هتلاقيه ينزل معاك لغايه ايه، لغايه رينج معين. الرينج ده تقريبا ايه مكتوب في قلب الجافا سكريبت على ما اذكر يعني، بس انا ما عندي تفاصيل ممكن اشرحها او اتكلم عنها بخصوص هو ليه وجد هنا بالظبط. طبعا ما تحاولش تجرب دي كتير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.